تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن صحتكم تهمنا وتسعدنا يسرنا نطلع عليكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أقدم لكم تحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، ومن إذاعة نور دبي بيكون معانا اليوم مخرجنا المبدع أيمن سرحيل وأيضا الأخت منى محمد، وفي التنسيق المتابعة معانا الأخ أحمد سلامة. وبقدم لكم اليوم الحلقة أنا آمنة آل علي، وبتشاركني حلقة اليوم الدكتورة هند العواضي. صباح الخير دكتورة. صباح الخير آمنة، ما شاء الله على التقديم. اليوم حبيت أخذ المقدمة عنك وأبدأ الحلقة. حلقتنا اليوم آمنة متنوعة ومليئة بالمعلومات القيمة والفقرات الجميلة. رح نتحدث عن التغذية، عن فوائد الصحية للخضروات والفواكه، وأيضا رح نتحدث عن قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد، ورح نتحدث عن الخدمات اللي يقدمها هذا المستشفى. بس قبل ما نبدأ حلقتنا رح ناخذ خبرنا لليوم اللي هو طبعا اليوم الخبر يقول دكتورة عن علماء يكشفون طفرة جينية تسبب الاكتئاب والإجهاض. كشف علماء استراليون طفرة جينية في واحدة من كل 3 نساء يمكن أن تسبب الاكتئاب ومشاكل في القناة الهضمية ومشاكل في الحمل، إضافة إلى العيوب الخلقية والإجهاض. وحسب العلماء فإن طفرة ميثفر جين يمنع، هذا يعتبر جين يمنع الجسم من امتصاص حمض الفوليك بشكل صحيح، ويمنع التمثيل الغذائي لبعض الهرمونات، ويحول دون إزالة السموم من الكبد، مع احتمال ظهور مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب. ويقول العلماء أن الطفرة قد تسبب عيوبا خلقية في الجنين أثناء الحمل لعجز جسم المرأة على التمثيل الغذائي لحمض الفوليك. وطبعا من جهة العلماء قالت من جهة التغذية، قالت أخصائية التغذية بأن المشاركة في الدراسة والتي طبعا أصيبت بالطفرة الجينية، إن تأخر اكتشاف الأم للطفرة وتغير نظامها الغذائي ونمط حياتها قد يسبب مشاكل في الإنجاب. وأضافت ستيسي اللي هي أخصائية التغذية أن تجربتها كانت مريرة بسبب هذه الطفرة، وأنها عانت من القلق والاكتئاب والتوتر وسرعة الغضب ومشاكل في الجهاز الهضمي وسهولة الإصابة بنزلات البرد والفيروسات، إضافة إلى ضعف المناعة الذاتية. ونصحت ستيسي النساء بالاختبارات لكشف طفرة ميثفر للعلاج بتناول المكملات الغذائية لمدة تصل إلى 6 أشهر، والفاكهة والخضروات العضوية الخالية من المبيدات والأسماك ولحوم الحيوانات العاشبة، فضلا عن الأفوكادو والزيتون والحمص والمكسرات والبذور، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وطبعا دكتورة يعني هاي طفرة جينية أول مرة نسمع فيها، فشو رأيك في الموضوع؟ في الطب في العديد من الطفرات الجينية اللي سبحان الله خلل بسيط في أي جين يؤدي إلى مشاكل جدا يعني كبيرة، وهذه واحدة من الطفرات. ففي نهاية المطاف آمنة الأكل السليم والغذاء السليم ممكن أن يقيها أيضا من المضاعفات الطفرة هذه في الجينات عندها، وأيضا المكملات الغذائية. وبعد أنا أستغل هاي الفرصة وأنصح جميع النساء المتزوجات أنهم يبدأون يأخذون حمض الفوليك، لأنه يعتبر من المكملات الغذائية جدا مهمة للمرأة المتزوجة، وخصوصا للمرأة اللي ناوية تحمل والحامل وحتى ما بعد الحمل أيضا آمنة. نعم. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى أخبار السوشيال ميديا، ومعانا بتكون اليوم كالعادة أسماء الجناحي تعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من آخر المستجدات حقنا؟ آخر المستجدات كانت هيئة الصحة وضعت مثل إعلان أو خبر يوم أمس حول كميات الدم اللي توفرها هيئة الصحة بدبي. هيئة الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي،
وكان الإعلان هو صرحت هيئة الصحة بدبي بأن مخزون الدم لدى الهيئة يفوق المستويات المطلوبة للحالات الطارئة والحرجة والعاجلة المحتملة، وأن مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي يتوفر فيه جميع وحدات الدم والفئات المختلفة بما فيها الفئات النادرة. وأوضحت الهيئة أن المركز يقوم بتوفير وحدات الدم ومكوناته بأعلى درجات الجودة والسلامة لتغطية حاجات المرضى في مستشفيات إمارة دبي الحكومية والخاصة، مؤكدة أن عملية توفير الدم تتم بشكل عاجل متى تطلب الأمر، وذلك وفق إجراءات وبروتوكولات معتمدة ومعمول بها محليا وعالميا. أيضا أكدت الهيئة أن هناك أكثر من 63 ألف متبرع بالدم يمثلون 149 جنسية يتعاونون مع المركز بكل إيثار وعطاء ويبادرون بشكل دوري تأمين احتياجاته. مثل كنا حاطين مثل يوم أمس مساء هذا الخبر، نأكد على وجود ونطمن الجميع أن الكميات الدم موجودة بشكل مستمر ومتوفرة، وعدد المتبرعين ما شاء الله كبير، يعني 63 ألف متبرع بشكل مستمر، والله يعطيهم العافية على كل اللي يسوونه لإنقاذ حياة المجتمع. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها ولاقة تفاعل هي على تعرفي على أهمية هذه المعادن والفيتامينات لديك أو لدى المرأة. كان مجموعة من الفيتامينات وشرح أهمية كل معدن أو كل فيتامين للمرأة، سواء أنتم ما تكلمتوا على حفظ الفوليك من شوية كان من ضمن المعادن المهمة أو الفيتامينات المهمة لدى المرأة خصوصا قبل فترة الحمل وأثناء الحمل. أيضا من ضمن الأشياء نأكد عليها هي الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ إجراءات احترازية. وأيضا بعض الأشياء اللي لاحظنا من قنوات التواصل الاجتماعي، بعض الأشخاص يحجزون مواعيد في مركز معين، لكن في حال أنت الشخص يعني يقدر يدخل من خلال تطبيق ويشوف أقرب موعد من خلال اختيار المركز اللي يوفر تطعيم اللي هو يرغب فيه، يقدر يشوف متى أقرب موعد. مثلا إذا أنا ضغطت على المركز الأول وكان عندي موعد بعد أسبوعين، بصير بختار نفس نوع التطعيم في مركز ثاني وأشوف أقرب موعد. يعني في بعض المراكز ممكن يأخذ فيها موعد بسرعة، بس يعني الاختيار اللي يتم من خلال التطبيق هو اللي يعني يتحكم متى هم بيحصلون على التطعيم. فننصحهم من يصلون التطبيق إذا حسوا هذا المركز بعيد يجربون يدخلون المركز الثاني اللي يقدم نفس نوع التطعيم اللي هم يحتاجونه، وحسب المنطقة اللي هم فيها. هاي من ضمن الأشياء اللي احنا لاحظناها، لأن لما يسألونا نقول لهم يغيرون مكان التطعيم تكون الخدمة متوفرة اليوم الثاني. نحن ننصحهم أنه يعني يكون المواعيد حسب النوع التطعيم وحسب المواقع المتوفرة في التطبيق. ايضا في هاي طريقه التطبيق جدا سهله وتسهل على المتعامل، يختار الوقت يختار الموقع ويشوف كل الاوبشنز او الاختيارات الموجوده للتطعيم فقط يعني من خلال بعض يعني ضغطات بسيطه في التطبيق الهاتف. ايضا ممكن الاشخاص اللي مثلا يستصعبون التطبيق يتصل على رقم الموحد اللي هو 8342 لاخذ الموعد وايضا للاستفسارات الاخرى. لكن دائما التطبيق وايد سهل، أنا موعدي خدته من التطعيم من التطبيق التطبيق ونتمنى من الجميع أيضا أنهم يستخدمون التطبيقات الذكية الموجودة، لأنه ما شاء الله فعلا سهل وايد وتوفر وايد من الوقت عليهم. وتقريبا هذه الأشياء اللي كان حابين نأكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونأكد أن جميع مراكز هيئة الصحة تعمل بالمواعيد أو بنظام المواعيد المسبقة. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة اسم الجناحي كانت معانا وعطتنا آخر المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرت لنا أن هناك كمية كافية من الدم متوفر في الإمارة، وما شاء الله هاي الكمية متوفرة نتيجة لجهود المتبرعين اللي ذكرتهم. كم كان عددهم أمنا؟ شيء 63 ألف أو أكثر يمكن بعد. فنتيجة للجهود اللي بذلوها الأشخاص المتبرعين بشكل دائم ومستمر، هناك كمية كافية من الدم متوفرة في مراكز الدم المتوفرة. بعد الفاصل شوي أنا راح أتحدث عن أهم الفيديوهات
الفيتامينات والمعادن. بنطلع فاصل قصير آمنة وبنرجع لكم أعزائي المستمعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل تحدثت لنا اسم الجناحي عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وذكرت عن أهمية عن بوست احنا كنا منزلين أهمية المعادن والفيتامينات لدى المرأة. آمنة، احنا هذا الشهر مخصصين للتوعية، توعية المرأة في المواضيع اللي تهمها، لأن احنا في هيئة الصحة نركز على التوعية في جميع المراحل وجميع المواضيع، مش فقط توعيتنا تكون عن كوفيد واللقاحات، لكن أيضا نركز على الجوانب الأخرى للصحة، وخصصنا هذا الشهر لتوعية المرأة عن أهم المواضيع. كان في بوست قبله يتحدث عن الاختلال الهرمونات لديها، وهذا البوست أيضا يتحدث عن المعادن والفيتامينات اللي هي لازم تحرص أنها تأخذهم، وبعد حرصنا أن نشرح لها ليش لازم هذه الفيتامينات تكون موجودة في غذائك أو في مكملاتك. ومن فقرة التواصل الاجتماعي مستمعين الأعزاء بنكمل معاكم مع التغذية أيضا. تعتبر الخضروات من الأغذية الضرورية والمهمة التي لابد من تناولها ضمن نظامنا الغذائي الصحي لفوائدها المتعددة اللي ما تخفى على الجميع. حلقة اليوم راح نخصصها للتحدث عن الخضروات الورقية الداكنة وفوائدها الصحية، وراح يحدثنا عن هذا الموضوع الأستاذ علي عرين الزرباء أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذ عرين. صباح النور وصباحكم بالخير جميعا، بما أنه هذا الشهر شهر المرأة كمان ومقبلين الحمد لله على شهر رمضان الفضيل، كل عام وأنتم بخير مقدما. موضوع الخضروات الورقية جدا مهمة، وممكن معظم الناس بتعرف بعضها وممكن في بعضها ما بيعرف فائدها، فأنا حابة أنه أحكي عنها بطريقة يعني خلينا نقول عام يعني شاملة للجميع، وبنفس الوقت نحكي عن فوائدها وكيفية استخدامها. طبعا تشمل الخضروات الورقية الداكنة عنا إحنا مثل السبانخ، الكيل اللي هو بسموه الكالي، الكرنب، الخس، الجرجير، البقدونس، الملوخية والسلق. طبعا كل نوع من الخضروات هذه إلها فوائد وإلها كمية جدا عالية من الفيتامينات والمعادن اللي لازم نحرص عليها من ضمن وجباتنا الصحية اليومية. فمثلا أنا حاطي بس أشياء بسيطة عن كل نوع عشان بعرف الوقت محدد. السبانخ مثلا فيه كمية عالية جدا من البوتاسيوم، الفيتامين كاف، وطبعا هذا يساعد جدا على حفاظ صحة العظام خصوصا للمرأة وللجميع الفئات العمرية. الكيل طبعا هو نوع من الخضروات أيضا الداكنة، غني جدا بالفيتامينات مثل الألف والجيم والفيتامين كاف، وكذلك الكالسيوم والمغنيزيوم، ونحن نعرف أن الفيتامينات جدا ضرورية لصحة الجسم بالعموم. عندنا الكرنب اللي هو احنا بنعرفه بالملفوف، هو مصدر جدا جيد للبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة، وأيضا يهدئ الالتهابات، وطبعا بنفضل دائما انه بالذات الكرنب نمضغه جيدا عشان ناخذ الفائدة منه. عندنا الخس مصدر جيد جدا من فيتامين ألف وحمض الفوليك اللي كمان ذكرته منذ قليل انه هو جدا مفيد للنساء الحوامل، وطبعا مصدر جيد للبوتاسيوم والضغط وإدارة ضغط الدم، للوقاية طبعا من هشاشة العظام. عندنا كمان الجرجير، طبعا اكيد احنا معظم اكلنا بنحب فيه يكون الجرجير، والجرجير جدا مصدر جيد للبوتاسيوم. الجرجير يعني ما لنا غنى عنها،
أكيد. وبحب أزيد على الموضوع بما إنه إحنا مقبلين على رمضان، بحب أقولكم إنه الجرجير يحتوي على 90% من المي. يعني هذا شو معناته؟ هذا معناته بيجعلنا نخفف من الشعور بالعطش. يعني إذا مثلا اتصحرنا من يعني عملنا سلطة جرجير على السحور، بيعطيكي 90% من المي، فهذا كتير إشي كويس لإلنا وبيساعد على ترطيب الجسم. عندنا البقدونس كمان ما ننسى، هو نوع أيضا من الخضروات الداكنة، طبعا بيساعد على حماية الجسم من السموم، فهو مطهو طبعا مطهر الجسم من البكتيريا والفيروسات، يعني خلينا نقول بيساعد على ارتفاع، يعني هيك يصير عندنا نسبة المناعة عندنا جدا قوية. عندنا الملوخية، يمكن معظمنا بنعرف شو هي الملوخية أو بنحب ناكلها من طبق رئيسي عندنا بالأكل، فهي تعتبر كمان من الخضروات الورقية الداكنة، تحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات الألف والباء والأملاح المعدنية. السلق، ما بعرف إذا معظم الحضور أو اللي بيعرفوا السلق، السلق هو بنحط مع الشوربات، بنحط مع السلطات. نفسي يحتوي... ما أعرف أستاذ عرين. أنا نفسي ما... يمكن له مسمى ثاني. يمكن يمكن أي. ممكن أي. في ناس بتخربط فيه بينه وبين السبانخ، يعني مرات بفكروا نفس طعم السبانخ، بس هو للأسف بيكون السلق، لأنه السبانخ له فترة معينة خلال السنة بيكون متواجد. السلق طبعا متواجد دائما في السوق عند الخضروات الورقية الداكنة. هذا بحب أقولكم عنه إنه جدا مفيد، فيه فيتامين ألف وجيم وياء، ويلعب كدور مضاد للأكسدة اللي هي طبعا تحمي عنا خلايا الجسم. وبحب أقول إنه يتمتع السلق الغني بفيتامين كاف، إنه شوربة منه بتأمن لك تقريبا خلينا نقول حوالي 30% من حاجة الشخص اليومية من هذه الفيتامينات. يعني جميل جميل. يعني لو تعملي لك شوربة، بما إنه الدنيا رمضان رح تيجي يعني عنا، لو نعمل شوربة حمستينا لرمضان بصراحة كلها شوربات حتكون أنا متأكدة. وكل مرة لو ضفنا واحدة من هدول الخضروات الداكنة عليها جدا رح تعطينا كمية فيتامينات هائلة وتحمينا من كتير أمراض جاي، أو يعني اللهم عافينا جميعا منها. بس جدا مهمة إنها تكون ضمن أكلاتنا. أستاذ عرين، طبعا هاي السلق اللي قلتي لنا عنه هو يشبه الجرجير بس عروجها حمرة تكون، يعني مش يعني نفس الجرجير تقريبا نفس الشكل. إذا للمستمعين احنا يعني تونا دورنا عليه في جوجل وعرفنا من شكله أنه هو هذا هو السلق. أتوقع يعني احنا ناكله بس يمكن ما نعرفه. اللي يروح الجمعيات ويتشرى الخضرة بيعرفه شكله. صحيح. وكطعم في بعض الناس بتفكر زي السبانخ، فهو كطعم شوي بيشبه السبانخ، بس السبانخ له ريحة وطعم أقوى شوية. يعني نعم. أستاذ عرين، إذا حبينا نعرف منك اليوم، إذا نحن قلنا أن الأوراق يعني الخضروات الداكنة مهمة في حصتنا اليومية، فممكن نعرف منك شو هي الحصة اليومية أو الأسبوعية اللي تنصحين فيها أنت كأخصائية تغذية الناس أنهم يتناولون الخضروات الداكنة؟ تمام، أكيد. طبعاً بتعتمد التناول الخضروات الداكنة حسب الفئة العمرية. إحنا بنعرف عندنا طبعاً ثلاث فئات عمرية اللي هن الأطفال، حتى الأطفال من ضمنهم إحنا بنحسبها إنه ينصح بتناول الخضروات، بس طبعاً من كل فئة من كل عمر بيختلف. يعني مثلاً من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات خلال الأسبوع نص كوب من الخضروات الداكنة، من 4 سنوات إلى 8 سنوات كوب واحد من الخضروات الورقية الداكنة في الأسبوع بكون ممتاز. بالنسبة يعني للمراهقين، أستاذ عرين، إذا الطفل يتناول يوميا مثلا نقول جرجير، سلطة جرجير أو السلطة اللي تحتوي على الخس أو غيرها من السلطات، فهذا يعتبر ممتاز إذا كوب في الأسبوع. بالضبط، هو يعتبر في الأسبوع نص كوب، بس إذا كان من 4-8 سنين أخذ كوب ما في مشكلة، وإذا زاد ما عندنا مشكلة. يعني بس هو ينصح انه على القليله يتاخذ بهالكميات هاي، لانه معظم الناس ممكن ما بتحب انها يعني في بعض الاطفال ان المشكله عندنا بنعاني منهم اللي هن صعبين الارضاء خلينا نقول، اللي ما بيحبوا ياكلوا الخضروات او الفواكه. يعني لو اخذوا نص كوب بكونوا اخذوا احتياجاتهم خلينا نقول في الاسبوع، فاحنا بنقول في الاسبوع نص كوب بيكون ممتاز. نكتر ايضا استاذ عرين ان نساعد المستمعين، الخضروات الداكنة إذا ما حبوها الأطفال نقدر نمكسها مع وايد أشياء، مثلا الشمندر والجرجير يعني ممكن يساعد على هضم الجرجير ويخلي حتى شكل السلطة يعني جميل. نقدر نحولها لشوربات آمنة، أكيد. نقدر نحولها لعصائر نخلطها مع فاكهة معينة
وخضرة من الخضروات الداكنة، يطلع الطعم لذيذ ومقبول، يعني مو بلازم نعطيهم شكل خضرة. بالضبط صحيح. وعندنا بالنسبة للمراهقين الإناث والذكور من عمر 18 إلى من 14 ل 18 سنة كوب ونص أو إلى كوبين في الأسبوع بيكون كمان ممتاز. بالنسبة للبالغين النساء والرجال تقريبا نفس الكميات، كوبين يعني خلينا نقول كوب ونص إلى كوبين كمان بيكون ممتاز. بس في شغلة صغيرة بدي أنوه عليها بالنسبة للخضروات الورقية، هو كتفكير لبعض الناس إنه الطريقة الآمنة للتعامل فيها، يعني لما إحنا بنشتري الخضروات الداكنة ونغسلها يفضل قبل تقطيعها نغسلها، يعني ما نروح نقطعها بعدين نغسلها، لأنه هيك كل الفوائد المفيدة في الخضروات بتروح. بالضبط. فهاي كمان شغلة. الشغلة الثانية والمهمة عشان نحاول إنه كمان ندير بالنا من السموم والأشياء اللي عليها الأتربة للورقيات، بنفضل إنها مثلا نحطها في مية باردة مع ملح لمدة خلينا نقول 30 دقيقة عشان إنه ننظفها من كل المواد السامة، من كل الأتربة والأوساخ اللي بتكون على الورقة نفسها. يعني قبل التقطيع تقصدين سادة عرين؟ قبل التقطيع. صحيح صحيح. نعم. إذا قلنا الحين تكلمنا عن خضروات الورقية، إذا سادة عرين في دقيقتين تقولي لنا هل الشخص اللي حاب ينزل وزنه ممكن أنه يعتمد على الخضروات الورقية الداكنة، يعني اللي تكلمنا عنها اليوم، هل يساعد في تخفيض الوزن؟ يعتبر مساعد. صحيح. لأنه أول إشي الخضروات الداكنة كلها اللي حكينا عنها كلياتها منخفضة السعرات، هاي أول إشي. ثاني إشي فيها كمية هائلة من الألياف، يعني الإحساس بالشبع والشعور بالعطش كمان بخف عنا، هاي يعني الشبع طبعا بيزيد بس المي كمان بيصير عندنا الشعور بالعطش كمان بخف، بيزيد عندنا كمية المي، فهذا كمان بيساعد على موضوع نزول الوزن. بس لا ننسى لا نعتمدها كبس هو الوحيد الدايت، إن نضلنا يعني ناكل بس سلطات أو بس يعني مركزين عليها، لازم يكون طبقنا صحي يعني متنوع بس بكميات، بس يعتبر الخضروات من الطبق الصحي نصف الطبق النصف، يعني معناته كميتنا للخضروات بتكون أعلى بالنسبة للكربوهيدرات والبروتينات، بس ما نركز بس عليها، يكون طبعا طبقنا صحي متكامل، والورقيات من ضمن الأشياء اللي بتساعد طبعا على نزول الوزن زي ما حكينا على فوائدها وشو شعورها، لأن لما ناكلها لما بتحسسنا بالشبع فطبعا بيساعد جدا على نزول الوزن. صحيح. نعم. أستاذة عرين الزربة أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم معلوماتك القيمة. يعطيكم العافية. شكرا. يعطيك العافية أستاذة عرين، تحدثت عن الموضوع جدا شيق أمنا. في طريقة حلوة احنا نستعملها للكيل، نغسلها مثل ما هي قالت وننشفها، وبعدين نحط عليها بعض نحط عليها الملح والفلفل المجروش ونحطها في الفرن آمنة ويصير كريسبي مثل الشيبس. دكتور عندك أفكار وحركات وأشياء حلوة ما تخبرين لها. سلطة بالمل آمنة، يعني شوي نغير دكتور الخضرة تحطين عليه ملح وفلفل مجروش يصير مثل الشيبس، عرفتي؟ أي نوع من الخضرة؟ مثل الكيل هذه اللي هي ذكرتها. دخليه في الفرن لين ما يتحمس شي يصير كريسبي، وعطيه صغارية كان شيبس بيعيبهم. جربي وخبريني إن شاء الله باكر يوم الأربعاء حلقة يوم الخميس، بجرب وبخبرت. فأعزائي المستمعين الحين بنطلع معاكم فاصل وراجعي لكم مع برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم في برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعينا 6005551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يعتبر قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد من الأقسام الطبية المتميزة اللي تقدم خدماتها المتعددة للمرضى وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات الطبية العالمية ومن خلال نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة. للحديث عن هذا القسم وبما أني صدف بعد أن شهر مارس أيضا هو شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم، يسعدنا أن نستضيف معانا اليوم
اليوم عبر الهاتف الدكتورة نوال سالم النهدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى راشد. صباح الخير دكتورة نوال. صباح النور، شكرا على الاستضافة. دكتورة نوال، شوية تحدثين عن الخدمات اللي يقدمها القسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في المستشفى بشكل عام. بداية، مستشفى راشد قسم الجهاز الهضمي والكبد مر بمراحل تطور كبيرة عبر السنوات الأخيرة، سواء إن كان هذا التطور على مستوى العلوم السريرية أو على الإجرائية العملياتية للتنظيف. والقسم مجهز بكفاءات عالية من الأطباء، طاقم طبي، فني تنظير، منسقات عمل بين المرضى وأقسام التنظير والعيادات. والخدمات اللي يقدمها قسم الجهاز الهضمي والكبد ممكن نقسمها على 4 أوجه. الوجه الأول هو الجناح الخاص لمرضى الجهاز الهضمي والكبد الذين يتم قبولهم للدخول لتلقي العلاج بالمستشفى. وفي هذا القسم يتم إدخال الحالات الدقيقة والحرجة مثل نزيف قرحة المعدة والأمعاء أو نزيف دوالي المريء والمعدة، كذلك الحالات الدقيقة والحرجة لقصور وظائف الكبد أو التهابات الكبد الحادة وغيرها الكثير من الحالات. والوجه الثاني من الخدمات المقدمة من قسم الجهاز الهضمي هو قسم المناظير، وهذا القسم مجهز بأحدث الأجهزة ومن المراكز القليلة على مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة بأنه متكامل، بأن تجد جميع الخدمات التي تحتاجها أقسام التناظير في مركز واحد. والخدمات المتوفرة في قسم المناظير على مدار الأسبوع متوفرة والحالات الإسعافية، ويقدم هذا القسم خدمات تشخيصية كذلك خدمات علاجية تخصصية وعلى أعلى مستوى. ويوفر قسم التنظير تنظير للمعدة، تنظير للقولون، الأمعاء الدقيقة، كذلك العمليات التداخلية للقنوات الصفراوية، بالإضافة لدينا مناظير الموجات فوق صوتية والتي تعني بأورام الجهاز الهضمي والبنكرياس، ويوجد خدمة أو وحدة الأمراض الوظيفية التي تهتم بأمراض حركية المريء وحموضة المعدة والارتجاع الحمضي، ويتم قياسها عن طريق القسطرة أو الكبسول. دكتورة نوال، عفوا، إذا حبينا نتحدث معك أكثر عن الأجهزة والتقنيات، لأنها من المعلومات اللي تهم المستمعين، نحن في هيئة الصحة في دبي وفي مستشفى راشد وبالخصوص في قسم أمراض الجهاز الهضمي، هل لدينا تقنيات متطورة، أجهزة ممكن أن نحن نحدث المستمعين عن هذه التقنيات؟ طبعا، بالنسبة للأجهزة لدينا أفضل الأجهزة مثل مناظير المتخصصة لعمليات التداخلية للقنوات الصفراوية، وهي غير متوفرة في جميع المراكز. كما يوجد لدينا المناظير المتخصصة لتنظير القنوات الصفراوية على حد خاص، حيث أنها تعطينا المجال لدخول القنوات الصفراوية بالمنظار ككل للقيام بعمليات تشخيصية كذلك عمليات علاجية مثل تفتيت الحصوات ووضع الدعامات داخل مناطق صعبة الوصول إليها بالمناظير العادية. كذلك لدينا أجهزة متخصصة للموجات فوق صوتية لتشخيص أورام البنكرياس وأورام الجهاز الهضمي التي تسمح لنا بأخذ خزعة إبرة عميقة من الورم. وأنواع الأدوات المستخدمة في هذه المناظير غير متوفرة في جميع المراكز، حيث أنها تحتاج إلى التقنيات وتحتاج كذلك إلى كلفة عالية، فهي متوفرة لدينا بالقسم. بالإضافة إلى وحدة تخطيط المريء، الوحدة الموجودة لدينا من أعلى المستويات، والتقارير التي نقوم بإعطائها للمريض هي تقارير جدا دقيقة وخاصة على مستوى الدولة. يوجد فقط مركزين
مركز في أبوظبي ومركز راشد هو الذي يقدر على تقديم تفاصيل دقيقة ومعقدة بالنسبة لحركية المريء وغير متوفرة في كل الدولة. دكتورة نوال، بما أن شهر مارس مخصص للتوعية بسرطان القولون والمستقيم، لو تحدثين المستمعين عن ما هو مرض سرطان القولون والمستقيم وشو هي الخدمات اللي تقدمونها أنتو في القسم للتوعية بهذا المرض، وهل في مثلا كشف مبكر لمرض سرطان القولون المستقيم؟ السؤال جميل. سرطان القولون هو حالة صحية مهمة جدا، وهذه الحالة منتشرة في الدولة ومنتشرة في العالم. في كل عام سيكون نستقبل في المستشفى أعداد كبيرة من حالات سرطان القولون. سرطان القولون هو مرض مميز جدا لأن هذا السرطان لا يبدأ بسرطان من البداية. أيوة. هناك مراحل أولية للسرطان، فهو يبدأ بلحميات حميدة. هذه اللحميات الحميدة تتطور مع السنوات لكي تصبح سرطان. وهذه العملية تستغرق من 10 سنوات إلى 15 سنة، وهي فرصة طويلة. وهذه السنوات الطويلة تعمل لصالح الفرد ولصالح المريض لكي نتوصل لتشخيص الحالة قبل أن تصبح سرطان ويمكن إزالتها وعلاجها. فقسم الجهاز الهضمي بمستشفى راشد هو من أكبر المراكز المعتمدة على مستوى الدولة لإجراء هذه العمليات وعمليات مسح سرطان القولون عن طريق المنظار النوعي، وهذا متوفر لكل السكان الموجودين في الدولة والذين تتجاوز أعمارهم سن 45 سنة. والطاقم الطبي الذي يقوم بذلك هو مؤهل للتعامل من ناحية التشخيص والتعامل من حيث إزالة هذه اللحميات الحميدة من القولون لمنع تطورها إلى سرطان، وكذلك القدرة على إزالة الأورام التي تكون في مراحلها الأولى والتي نقدر أن نقوم بإزالتها عن طريق المنظار. وعند إجراء التنظير في حال اكتشاف هذه الآفات كما قلنا ممكن أن نستأصلها، وهذا سيعود بالفائدة على الفرد كشخص واحد، حيث أنه فرص حدوث السرطان ستصبح صفر تقريبا إذا استمر في عملية الكشف، ونسبة حدوث السرطان على مستوى الدولة كذلك سوف يقل. وهناك دراسات عالمية كبيرة أثبتت أن إجراءات مسح للقولون باستخدام التنظير النوعي هو إجراء فعال للكشف المبكر عن كل الآفات ما قبل سرطانية واللحميات الحميدة وكل المراحل السرطانية في مراحلها الأولى، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في نسبة الإصابة بسرطان القولون والنتائج الوخيمة المترتبة عنه على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم. يعني دكتورة تنصحين الجميع اللي عمره 45 سنة وطالع أن يسوي هذا المنظار، كل كم سنة دكتورة تنصحينهم أنهم يسوون هذا المنظار؟ عفوا، فقط توضيح بسيط. بما أن سرطان القولون له مراحل سنوات طويلة حميدة قبل أن يصبح سرطان، فأصبح هناك أدوات أخرى بالإضافة إلى المنظار ممكن أن تساعد في عملية المسح لسرطان القولون. لأن إذا أخبرنا جميع السكان من عمر 45 وما فوق بالذهاب لعمل منظار القولون سيصبح العدد كبير. أيوة. والانتظار قد يستغرق سنوات قبل أن يجد. فوجد العلماء هناك فحص بسيط، فحص براز. هذا فحص البراز حساس جدا لوجود هذه اللحميات الحميدة في القولون. فجميع السكان ينصحون من عمر 45 وما فوق بالتوجه إلى جميع المراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية. ففي مراكز الرعاية الأولية يقومون بتقييم الفرد أو تقييم الشخص من ناحية تاريخ العائلة. إذا وجد في تاريخ العائلة سرطان للقولون فيفضل أن يكون هذا الفرد متقدم لفحص مسح القولون مباشرة حتى قبل سن 45.
أيوة. إذا كان الشخص من لا يوجد لديه تاريخ عائلي لسرطان القولون ووصل عمره 45 وما فوق، سيقوم الطبيب في العناية في مركز الرعاية الأولية والمراكز الصحية الأخرى بفحص الخروج. فهذا فحص الخروج إذا أصبح إذا كان إيجابي سيقوم بتحويله إلى مراكز التنظير ومستشفى راشد، ونقوم بعمل تنظير القولون والكشف عن هذه الآفات قبل السرطانية. ويقوم المراكز الرعاية الأولية بعمل فحص الخروج كل 3 سنوات. وإذا كان المريض يحبب عمل منظار للقولون من غير وجود تاريخ عائلي لوجود السرطان، فيحبذ عمل منظار للقولون كل 10 سنوات. وإذا وجدنا خلال التنظير آفات ما قبل سرطانية، يمكن عمل التنظير على حسب النتائج بعد فحص العينة كل 3 إلى 5 سنوات بعد التنظير. معناته الفحص الأولي هو مش فحص المنظار، هناك فحص آخر. إذا اطلب الحاية إن إحنا نسوي المنظار، هذا بيكون عقب الفحص الأولي اللي أنت قلتي عنه دكتورة. والمنظار هو كل 10 سنوات إذا كانت النتيجة سلبية. إذا كان في بوادر لبعض الأمور، فأنت تنصحين إن نكرر المنظار كل 3 لـ5 سنوات. صحيح. دكتورة، لو تحدثينا عن مبادرات القسم عندكم لشهر التوعية بسرطان القولون. قام قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى راشد بتجديد برنامج المسح الشامل لسرطان القولون، وقمنا بالتعاون مع مراكز الرعاية الأولية لتنفيذ هذا البرنامج وجعله على أرض الواقع. فتقوم مراكز الرعاية الأولية بعمل فحص الفراز لكل شخص فوق 45 مثل ما تكلمنا، وتحويل المريض بتنظيم معين إلى قسم المناظير في مستشفى راشد. كذلك قمنا بتنظيم ندوات وورشات عمل علمية دقيقة جدا للكوادر الطبية على مستوى الدولة بالتعاون مع جمعية الإمارات الجهاز الهضمي وجمعية الرعاية الأولية وجمعية الأورام الخبيثة بالدولة، وقمنا بتجهيز هذه المحاضرات التي تقام على مدار هذا الشهر لكل ما هو مهم لعمل البرنامج على مستوى عالمي وتقديم الخدمة الأفضل لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك قمنا بتجهيز ندوات مباشرة لسكان الدولة للتوعية بسرطان القولون وكيفية الوقاية والطرق المتبعة لدخول برنامج المسح والإجابة عن كل الاستفسارات لدى السكان بطريقة مباشرة. دكتورة عفوا، متى بتكون هذه المبادرة اللي ذكرتيها راح تكون، يعني جذب انتباهي ان هذه المبادرة ستكون مع الافراد وليس يعني ندوة مع الاطباء، ندوة مع افراد المجتمع يعني بشكل مباشر مثل ما ذكرتي على يعني بالطريقة اللي الحين تعودنا عليها طريقة الاونلاين، فنبي نعرف منك دكتورة اكثر عن هذه المبادرة. صحيح، هي طريقة عن طريق الانترنت قمنا بتجهيزها، وستقام بتاريخ 29 مارس الشهر الجاري من الساعة 8 للساعة 9 مساء. نقوم بالتعاون مع جمعية الإمارات وجمعية الرعاية الأولية وجمعية السرطان في الدولة. سيكون أطباء مختصين بسرطان القولون متوفرين، ونقوم بإعطاء محاضرات باللغة العربية قصيرة للسكان، وسيكون هناك فرصة للمستمع بالمشاركة بإبداء رأي، طرح سؤال، التوضيح بالنسبة لحالات لسرطان القولون، ويمكن المشاركة بالرابط الذي سنقوم باتخاذه في هذه الفترة. نعم، يعني سيكون هناك إن شاء الله رابط يمكن لي
المستمعين المهتمين في موضوع سرطان القولون المشاركة وطرح أسئلتهم على أطباء مختصين. والحلو مثل ما ذكرتي دكتورة أن بتكون هذه الندوة مباشرة وباللغة العربية أيضا. صحيح. نعم. وهناك مبادرة أخرى قمنا بها وحاليا نعمل عليها، هي تعاون قسم الجهاز الهضمي وجمعية الإمارات مع قسم التأمين الصحي في دبي عن تطوير برنامج المسح الشامل، بحيث نضع خطة لأن يصبح جميع السكان في الدولة وبداية في مدينة دبي قادرين على عمل الفحص. وفي هذا البرنامج سنقوم بإرسال عبوات فحص البراز لكل الأفراد في المنزل الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة لعمل الفحص، وسيكون مرفق بالفحص تعليمات ماذا تعمل إذا كان الفحص إيجابي وبمن تتصل. وهناك جهة مختصة ستقوم بحجز موعد للمنظار لهذا المريض ذو الفحص الإيجابي في مراكز مختصة منها مستشفى راشد، وحاليا نقوم على وضع الخطة لاستكمالها خلال هذا الشهر. نعم، خطة عملكم دكتورة يعني خطة شاملة، ولديكم يعني مثل ما ذكرتي دكتورة يعني خطط جدا واضحة وعلى المدى البعيد أيضا وفرتوا لهم التأمين اللي بيشمل لهم هذا الفحص، وكذلك دراسات مختلفة على أن يتم توفير هذا الفحص لجميع الأفراد فوق سن 45 سنة. دكتورة في ثلاث دقائق إذا بتقولي لنا نصائح عامة توجهينها لمرضى الجهاز الهضمي والكبد بشكل عام، بما أن هذا هو القسم المختص، نسبة لمثلا أولوية الأمراض التي عندكم، لو بتقولي لنا نصيحة عامة وشاملة لهالأفراد. ننصح الجميع في الدولة بأن يبادروا بالمشاركة في برنامج المسح لسرطان القولون. كذلك هناك نقطة نوجه لها السكان بأهمية التطعيم لكوفيد-19 ونوجه انتباه الناس إلى أن جميع الأمراض في الجهاز الهضمي والكبد المزمنة والحادة لا يوجد لها أي مانع من أخذ اللقاح، حتى إذا كان المريض على أدوية مناعية لعلاج التهابات مزمنة في الأمعاء أو التهابات مزمنة في الكبد، وإن كانت أدوية مناعية لما بعد الزراعة، فجميع هذه الأدوية ليس لها أي مانع من أن يأخذ المريض اللقاح كوفيد-19 ما لم يكن هناك مشكلة صحية أخرى. إحنا نتحدث عن زراعة الكبد دكتورة، صحيح؟ صحيح. دكتورة نوال سالم النهدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، شكرا على معلوماتك القيمة وعلى وقتك الثمين معنا، يعطيك ألف عافية دكتورة. شكرا. كانت معنا الدكتورة نوال وحدثتنا عن أمراض الجهاز الهضمي بشكل عام، وحدثتنا عن شهر التوعية بسرطان القولون المستقيم. أنا أنصح الجميع اللي كان عمره 45 وطالع أنه يبادر يسوي الكشف المبكر عن هذا السرطان، لأنه مثل ما قالت في بدايته هو ما يكون سرطان وعلاجه جدا بسيط وجدا سهل. فاللي عمره فوق 45 يبادر ويبدأ في الكشف المبكر عن هذا السرطان. ومثل ما قالت الدكتورة آمنة، قالت لنا أن ما في شيء يمنع عدم حصولكم على لقاح كوفيد-19. نعم، معلومة جدا قيمة دكتورة، يعني عطتنا معلومة أن حتى لو أنتم عملتوا زراعة للكبد ما زال بإمكانكم الحصول على لقاح كوفيد-19. فمستمعين الأعزاء، اللي ما أخذ لقاح، اللي ما أخذ موعد وما زال متردد ويقول أنا عندي أمراض وأنا عندي أمراض جهاز هضمي، فالدكتورة تقول ما في أي مانع. وطبعا في نهاية المطاف احنا ننصحكم انكم تستشيرون طبيبكم المسؤول عن علاجكم، لكن في الكثير من الامراض اللي انتم تتوقعونها تتعارض مع حصولكم مع لقاح كوفيد، هذه المعلومة ما تكون وايد دقيقة، دائما استشيروا الطبيب المختص وبادروا بأخذ اللقاح كوفيد-19. نعم، طبعا دكتورة نحن بدورنا نشكر أفراد المجتمع على مبادرتهم بأخذ التطعيم. نحن نعتبر من الدول اللي
يعني فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين لدينا أخذوا تطعيم كوفيد 19 ونحن نقول لهم كلهم يعني نوجه لهم رسالة شكر على هاي يعني هذه تعتبر وقفة مجتمعية صحيح. من أفراد المجتمع مع الدولة لحماية أنفسهم ولحمايتنا أيضا يعني لحماية أنفسهم ولعودة الحياة إن شاء الله لطبيعتها بعد أخذ هذا اللقاح يا رب إن شاء الله يدا بيد سوف نتعافى. كانت هاي حلقتنا لليوم مستمعين الأعزاء، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. بادروا بالكشف المبكر عن السرطان القولون، ضيفوا الخضروات الداكنة إلى مأكولاتكم وخصوصا في شهر رمضان إن شاء الله. أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل مستمعين الأعزاء. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كان معانا في التنسيق والمتابعة اليوم الأستاذ أحمد سلامة، كل الشكر له. اليوم إحنا كنا محظوظين إن إحنا ما عندنا فقط مخرج واحد ولكن اثنين. كل الشكر طبعا لأيمن سرحي مالنا غنى عنا، وكل الشكر للمخرج مخرجتنا الجديدة الأستاذة منى محمد، وطبعا آمنة مالي غنى عنا، كل الشكر لك. شكرا يا شريكتي في التقديم، كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بالصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.